طبعا نحن اليوم نجتمع مع سيدة ستيفاني لإيصال يعني صوتنا كمترشحين أو حتى بنوصل صوت الناخب في بنغازي بأن نحن لا لتأجيل الانتخابات، نحن فعليا نسعى إلى رفع سقف مطالبنا، نريد انتخابات في موعدها. نعلم بأن الترتيبات الجزئية صعبة، لكن لا نريد تأجيل أكثر من شهرين أو 3 أشهر. نحن نحاول أن نحمل البعثة الأممية مسؤوليتها تجاه الأزمة الليبية، خصوصا أن السيدة ستيفاني هي من أتت بخارطة الطريق، عليها أن توفي بالتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وإن شاء الله يعني تكون اجتماع جيد، وإن شاء الله نحاول نوصل فكرة الشارع. شكرا جزيلا سيدي.